السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم فطائر بالكبده الشعريه الصينيه. نمشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير. غنحتاج هنا عندي 600 غرام ديال الفهرس مع 200 غرام عفوا مع 400 غرام ديال القمح بيسيان، بيضه، 4 الخمارات، معلقه صغيره ديال بودره ديال الثوم، جوج معالق سنيده، معلقه صغيره ملح وزيت المائدة. نخلط دابا الكل. هنا انا عندي الماء دافي باش نجمع العجين. كما كتشاهدوا معايا العجينه ديالي كنخليها منخوفه. انا هنا غنخليها ترتاح مزيان حتى تبان لي تضاعف الحجم ديالها. غنغطيها بالبابيكين حتى يضاعف الحجم ديالها، وعاد نقادها على القياس اللي بغيت. هنا عندي جوج حبات ديال البصله مشلضين، عندي جوج حبات كبار ديال الفلفله، انا هنا شويتها وقطعتها قطع صغيره. عندي 125 غرام ديال الكبده ديال البقري، عندي هنا الشعريه الصينيه قياس تقريبا 4، عندي هنا جوج معالق كزبر ومعدنوس، عندي نصف معلقه ابزار، معلقه ونصف تحميره، معلقه كزبر حبوب، نصف معلقه ثوم مجفف، معلقه صغيره ملح، معلقه هريسه، عندي هنا صلصه ديال الفلفله حتى هي حارة بالنسبة للحارة وداكشي على حسب الذوق ديال كل واحد. زيت المائدة، نمشيو دابا نشحر البصلة. غنجيب كاسرة ودرت فيها البصلة، غنوضع فيها المكونات كاملين ديال العطرية اللي عندي، نحسب جوج معالق حتى ثلاثة ديال زيت المائدة، فوق النار حتى تطيح البصلة مزيان. عاد نضيف ليها الكبدة. من بعد ما طيبنا الحشوة نخلط الكل مزيان مع الشعرية الثانية. نجيبو هنا نكورو، ندهن يدي بشوية الزيت على العجينة كتلصق شوية، نكور كويرات حسب كل واحد بغيتو ديرو الحاجة ديرو بزاف غتكبرو كبارات. أنا هنا غنكور العجينة كاملة اللي عندي، من بعد غنخليها ترتاح مدة 5 دقايق. بعد ما خليناهم يرتاحو نجيب الزيت مزيان حيت العجينة عندي منخفضة باش متلصقش ليا في المدلك. نجيب هنا فرماج حمام، نجيب الحشوة ديالي، ندير هكا نلصق الجوانب ديالها كاملة.
بعد ما كنت تخوف. نعاود واحدة أخرى. الفصل الثاني الجندي. أنا غنستمر على نفس العملية، غنكمل كاع العجينة اللي عندي، غنخليهم حتى يرتاحوا مدة نص ساعة هكاك حتى لساعة، عاد ندهنهم بالبيض. من بعد ما خمروا أنا هنا حطيت بيضة بشوية خل وندهن بها الرطائب ديالنا. نجيب هنا حبوب الكينوا او لا اي حبوب عندكم، يا السمسم يا الخشخاش. انا هنا نبت الحمران والبيضين، انا هنستمر على نفس العملية الفطائر اللي عندي وندخلهم للفرن حتى يطيبو. بطبيعة الحال انا هنا الفرن مشعل عليهم فوق التحت حتى يطيبو ونخرجهم. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، الفطائر ديالنا هما هادو كيفاش جاو، كيجيو رطبين. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.